حصل ايه؟ حصل اني مين اللي نزل اشتغال، خد بالك بقى الفرق ما بين الووتر، الووتر لسه ما فقدش الام اكس واي بتاعته، ما فقدش الماجنتيزيشن بتاعه، بطيء جدا في عمليه الريلاكسيشن، لكن مين اللي حصل له ريكفري بسرعه؟ الفات. يبقى الفات رجع بسرعه في حين ان لسه الايه؟ لسه الووتر لسه بطيء بياخد وقت كبير. يبقى اذا الفات والووتر في مين فيهم اسرع؟ لما اجي امثل لك فكره الاسرع، باخد الراديو فريكوانس بالص، الاثنين هيكونوا الام اكس واي في نفس الزمن، مفيش مشكله خالص، تمام. لكن المشكله كلها ان انا بعد ما بشيل تاثير الراديو فريكوانس بالص، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الفات بترجع بسرعه، يحصل لها الديفيزنج بتاعها بسرعه، ويحصل ان يكون عندي اللونجيتودينال ماجنتيزيشن بتاعي بسرعه، فالتي 1 بتاعتها تعتبر ايه؟ اقصر من التي 1 بتاعت الووتر. اهو يحصل الفيزنج بتاع البروتونز، الاثنين بيحصلوا مع بعض، مفيش مشكله في الام اكس واي، مفيش مشكله خالص الام اكس واي بتاع الكون. طب تعالى بقى لما شلت انا تاثير الراديو فريكوانسي بالص، ايه اللي هيحصل؟ شوف بقى، شوف الووتر هنا هيفضل لسه الريلاكسيشن بتاعه او الريكفري بتاع التي 1 بتاعه بياخد وقت كبير، لكن بالنسبة للفات شايف بدأ ايه؟ بدأ يحصل ريلاكسيشن. بدأ يحصل الديفيزنج بتاعي. وبدأ يتكون عندي التي 1 اللي هو السبين لاتس ريلاكسيشن، زي ما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت انك تفقد السيجنال بتاعتك للتشوز او الانسجة اللي بره. لكن في لما نيجي نتكلم في الام اكس واي هنبقى اسمها سبين سبين ريلاكسيشن، لما بتيجي تتكلم دايما في الاكس واي بتتكلم في السبين سبين ريلاكسيشن، زي ما هنتكلم كمان شويه في القصه دي. يبقى ده كده عندي اللونجيتودينال ماجنتيزيشن، خلاص ادي التايم، ادي الزمن، وادي الماجنتيزيشن، نسبه الماجنتيزيشن قد ايه. مع الوقت خلاص بيحصل ريكفري لللونجيتودينال ماجنتيزيشن. هنا اول ما بقفل البلس يبتدي يزيد يزيد يزيد، توصل لحد 63%، يبقى ده التي 1 بتاع التيشو بتاعي. طيب السيجنال اللي جايه هنا، خد بالك بقى، لو انا جيت عملت ريكوردنج للسيجنال في الزمن ده، السيجنال هتظهر على الجري سكيل بالديجري، باللون ده، باللون ده، بالداركنس دي او البرايتنس دي، بالجري ليفل ده، بمستوى الجري ليفل ده. لو عملت ريكوردنج هنا يبقى هتظهر ابيض. ليه ابيض؟ لان دي برايت سيجنال، لان ده اعلى ماجنتايزيشن في اعلى انتنستي اوف سيجنال هتجيلي. طب لو جيت هنا هلاقي ان هي بلاك. بلاك ليه؟ لان دي اقل سيجنال، لان الماجنتيزيشن هنا قليله جدا، فاقل سيجنال او اقل جري ليفل هاخده هنا على الجري سكيل ده. طيب زي ما انت شايف هنا الفات يعتبر 250 مللي سكند التي 1 بتاعه، يعني الريكفري بتاعه سريع. الكدني وهكذا، هلاقي الووتر 3000 والبون فيري لونج، سي اس اف 2000. دايما السي اس اف والووتر بيبقوا قريبين من بعض، الجري ماتر وايت ماتر وهكذا لحد ما انزل. يبقى اذا في التي 1 ويتد ايمج هلاقي الفات، لان هو شورت، يعني نيجي نبص على الصوره هنا اهو، ادي الشورت تي 1 وادي اللونج تي 1. هلاقي لو انا جيت عملت الديت ده الريبيتيشن تايم، يعني انا هاجي اعمل ايه؟ الاثنين بيرجعوا مع بعض. فاكر انت الصوره بتاعت الفات والووتر؟ ادي الووتر وادي الفات. في الزمن ده لو انا جيت اديت ريبيتيشن، لو اديت سكند راديو فريكوانسي بالص هنا، ففي ديفرنس، فلما يجي ينزلوا في الاكس واي هيفضل نفس الفرق ده ما بينهم، فبالتالي اجي اعمل ريكوردنج للسيجنال بتاعتي هلاقي الديفرنس او الفرق ما بين الانسجه. طب لو جيت اخترت هنا تي ار كبير، ايه اللي هيحصل؟ الاثنين قد بعض، صح؟ يبقى مفيش ايه؟ مفيش ديفرنشيشن ما بين التيشوز، ما بين الشورت تي 1 واللونج تي 1، فبالتالي السيجنال اللي هتيجي مش هقدر اميزها. فبالتالي التي ار هو فاكتور مهم جدا في الكونتراست ما بين الانسجه في التي 1 ويتد ايمج، فهختار شورت تي ار. لو جه صور يقول لك عايز اصور صوره تي 1 ايمج، تي 1 ايمج او تي 1 سيكونس، هختار صوره، هختار تي ار قصير ولا تي ار كبير؟ هختار تي ار قصير. طب ده الريبيتيشن تايم، طب الريكوردنج تايم برضه هيبقى قصير، لان انا مش منطقي ان انا هروح اسجل بعيد، هروح اسجل الايمج بتاعتي بعيد، انا هختار ريبيتيشن تايم قليل وهختار تي اي برضه قصير، يبقى شورت تي اي وشورت تي ار. عشان كده دايما التي 1 ويتد ايمج يقول لك شورت تي ار وشورت تي اي. طيب مين الفاكتور الرئيسي في التي 1 ويتد ايمج تاني؟ الريبيتيشن تايم، التي ار. التي ار هو المسؤول عن الكونتراست في التي 1 ايمج. لو اخترت لونج تي ار الصوره هتبقى ليس كونتراست، لو اخترت شورت تي ار يبقى الصوره هتبقى هاي كونتراست.